يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هنيئا لمن أتم الصيام في صيام رمضان
ثم أتبعه ستا من شوال، وهنيئا لمن تعلق قلبه بالمساجد بعد ملازمتها في شهر رمضان، هنيئا لمن واصل تلاوة كتاب الله وتدبره بعد انقضاء شهر الصيام، وهنيئا لمن دعاه قيام الليل في سائر العام، وهنيئا لمن لم يفطر عن متابعة أصحاب الحوائج والمساكين فيسد حاجتهم ويفرج شيئا من كروبهم ويدخل السرور عليهم، هنيئا لمن أورثه الصيام التقى والخشوع والإنابة لرب العالمين، وحالهم كما قال الشاعر يمشون نحو بيوت الله إن سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل، أرواحهم خشعت لله في دأب، قلوبهم من جلال الله في وجل، نجواهم ربنا جئناك طائعة نفوسنا وعصينا خادع الأمل، إذا سكى الليل قاموه وأعينهم من خشية الله مثل الجائن الهطل، هم الرجال فلا يلهوهم عبث لعب عن الصلاة ولا عقوبة الكسل. يا أخ الإيمان، أين أنت من قوم كانوا يحرصون على السنن جهدهم فكيف ترى حرصهم على الواجبات؟ وأراك ونفسي نفحم أنفسنا أحيانا في المحرمات وقد تتقاصر هممنا عن الواجبات فضلا عن المستحبات، ودونك هذا النموذج في المسارعة للخيرات. أخذ ابن عبد البر بسند جيد كما قال الحافظ الفتح عن أبي داود صاحب السنن أنه كان في سفينة فسمع على الشط حمد عاطس فاستأجر قاربا قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع، فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة، فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول في أهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. يا عبد الله، أللقوم غاية غير غايتك أم أنك لا تخاف مما يخافون؟ أم أنك زاهد في الجنان والنعيم الذي يطلبون؟ أم لديك شك في الوعد الحق الذي أخبر عنه الحق بقوله ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون؟ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يا ابن آدم، تأمل من أين جئت وإلى أين ستنتهي؟ قتل الإنسان ما أكبره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. يا عبد الله، أتغتر بالله أم تنكر خلقه؟ أن تستهين بالحفظة الكاتبين؟ ألا فاعمل صالحا واتخذ من دار المهلة زادا لدار النقلة، فالفرق كبير في المنازل بين الأبرار والتجار، ودونك كتاب الله فهو لك موقظ ومذكر. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما
ولا تملك نفس لنفسه شيئا والأمر يومئذ لله.